أثبتت الطفلة دلع بنت جابر مدخلي في الصف السادس الابتدائي بمحافظة صامتة نبوغ موهبتها منذ الصغر لتشق طريقها نحو النجاح، بعد أن أجازت وزارة الإعلام كتابها مدى التأثير السلبي للطاقة الحالية على البيئة ودور رؤية المملكة 2030 في حل مشاكلها. شاركت في مسابقة البحث العلمي، طلبوا مني عنوان عن الطاقة. بعد البحث الطويل قررت أسمي بحثي مدى التأثير السلبي على الطاقة الحالية ودور رؤية المملكة 2030 في حل مشاكلها. برزت موهبة دلع منذ الصغر، حيث شقت منذ الصف الرابع الابتدائي طريقها نحو النجاح متسلحة بما اكتسبته من ثقافة غرسها والدها فيها من خلال القراءة في الكتب المتنوعة، لتبدأ رحلة إعداد الأوراق العلمية والمشاركة في المؤتمرات والندوات المختلفة على مستوى منطقتها جازان والمملكة عموما. ترشح بحثي على مستوى المملكة العربية السعودية، ذهبت إلى الشرقية، ناقشت بحثي هناك، وبحثي يتكون من الطاقة التقليدية، لها عنصر كبير أو لها مكانة كبيرة في حياة البشر، ومنها الهواء والماء، وهذا الذي يسبب التلوث. فأنا من هذا البحث قررت أوعي الناس إنهم ما يستعملون طاقة التلوث، تسبب لهم أشياء كثيرة. يستعملون طاقة نظيفة متجددة ما في فيها أي شيء، لتكون البيئة نظيفة، يكون مجتمعنا نظيف. خلصت الدراسة التي قامت بها دلع إلى ضرورة السعي لتطبيق التجارب الأوروبية في استخدام الطاقة المتجددة النظيفة وسن التشريعات من أجل معاقبة المخالفين لقوانين حماية البيئة. تأمل دلع في تبني مؤلفها الأول من قبل أي جهة لطباعته، وبيّنت أنها ترغب في التبرع بكامل ريع الكتاب لصالح الجهات الخيرية في المملكة، وأكدت الكاتبة الصغيرة أنها ستواصل البحث والاطلاع لتخرج مؤلفات تخدم الوطن والإنسانية عموما. عبد الله الفيفي، محافظة صامتة.